نبي محمد عليه الصلاة والسلام أعمال قاره جرت وبشر نصي تلمامي وأقوى وقول لس ترين كانوا مقاطع ترين الندى وقول لس كو ديسق ورمضان وهذا قرنا يدين للسوم يه وقرنا حياه وقول لس بشر لقبته حكم إذا نبي محمد عليه الصلاة والسلام وبشو ملك الجبريل القرآن كله دراسين شري ملك الجبريل باوي ماذا نبي محمد يا ملك الجبريل باوي حي دراسيان كتاب قال إلى هذا الكيس إذا بشر طريبع علماء ضوي هذا وبل قفك مسلم كي أحر حده إنه كتب رأي إلهي كتاب كيس يفهمه إلهي محون رشة كربة أنا صبايو وآخر وثيقة سمدك سودكته وبنادم لغو صحية آخر هداية أبسلوت فاليو بنادم كلاغو تلقى لي نلشي سودر إنه كل بلان قريستو كورا مدحوينا ودن هنا أما رجال وزارة ودن هدا وراخو صدر تمالو والبعض أخر دا لكن ولي قانت فهمي حال ورانا يا وفتي را خبل وحود مين بادو كانسا وراخ أدق الدمت هذا كهل ليس وكو سودك تيو أدق عنتك وهيستو وولي قانت أخر يسونا تفهميني إن القرآن ده فهمنا داية فاتح دين فهم وين ما لو البنات الضبية طوان شان أخرين إذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام بشموح مدنان قارسين شري القرآن كي آخر سكيس القرآن كي يدرى زينتيس ولذلك وعلماء دي ووين إذا مسلمين تاركم دي حتى علوم تكلي لي شرين ويتوجين شرين إمام مالك ووسو حد حدن شري حديث كده بقصد ورد قيو بعد عن بشتا ولما بضم با علمي كالورن جوجين شرتي وحي ورجل بشا نوا بشا قرآن آخر سكيس بضيان بضيان إمام الشافعي وحلق الشيخ هذا وحينا ننقوها ويسنين إنه بشان لحدا جار قرآن قد مين شري صور نقليا إذن بشاني وحكوات نغنى وحلق إيابا إمام كيس كتكيان لين هذا مساعدك أسوا مساعد الصلاة بضل هم حصم إياه كيس قرآن كتكيان وحلقنا قربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام هبين بالصلاة قلي دبتنا صحابي باوي ما بحش رسك كحدا وكن دي النبي جيبتو كنيه ما كو حدا دبتنا النبي قو عليه الصلاة والسلام فاتح دي مركو كبحي بو البغراء بلابا فحان سيري بولي دي كلي بقول آي دود ميل هاسو أخري دونا وانا في البغراء نبو دمي يبولي ولا بغلي اللي حس ديتنا آي دود ولا بچي سيا ديرات البغراء نبو نبو دمي يبولي حدنا البغراء مركو دمينا يي سيري بولي بس دبدي هاتو الركوع دونا سورة النساء بلابا يبولي مركاسو يرى دمي يبولي نبو عليه الصلاة والسلام فحان سيري بولي هاتو سكر ركوع دونا مركاسو آل عمران دبكا بلابا يبولي هدنا سورة آل عمران بو دمي وشن تشي يا ديرات ايها الركعة اخر دي انت وحا كم ضن وليبا وحلية آيات عذاب موسى مرين لا إله بك مغنقلي مال تصبيح موسى مرين لو تصبيح إنسان يعني قرآن الله لا ليه ماهن قرآن لقو تدبر يولا فهم يوح الشيق يلقى جواب يوها سقو سلاة كتيرا مركو التصبيح هذه حمد الله صامره والتصبيح سنة مركو صامره عذاب يوح لميدا وإلهي كم مغنقلي مركو النمعي الجنة يوح لميدا صامره والربي ويدي سنة هل رقعوا كتك هذا هل رقعوا شنجي سيا ديرا دخرنايا اذا النبي عليه الصلاه والسلام رمضان تيود دميسي لبتشير بولا دمي القران كا دراستي سي ولا دمي كما ملك الجبريل اذا بشطاني وابل قفك مسلم كي احر حدو ورب الاله وركي سفاه مرت ربي وحا وكو شيغيو رب السماوات والارض يا اديك كلها هضيه بذاتك تطق القران كمرك اخرنا يعني عيد كلك فكره عيد كلك فكره ادقوم با الى هي لا هضيا قفل بقارك سال الله هضيا وحياما بشطان وآت كوقة بنشري نبو عليه الصلاة والسلام عمد المسلمين توفره وحكام إذا قيام الليل كتراويح دا صلاة دا بدن اللي تكونينة صلاة دا بتصطو يا بالله سفره وحكام إذا بيش التناعات كاللو قد داليه ونبو سمين شري التصدق صدقات إنه وينينو نقو حمنا بينو بدنينو تطكو حمسينو سيدا أوقيت أيو سحابي يمحولها نبي قوحها مدق بدن دا أصليا با النبي عادي سوحيد ولقي وحلا ويدية ما يمعورا هذا بالقياس قف وحلا ويديا ما يورانين ولما دتكو اسكو مد معها مركان دتكا بعيد كارد حقوناد ميلها غا اسكا جوجتو عندك كوغو سو بيغ ميسي وحكو مودي سادا وا دد ير اي رو قرابا اي لو صدح صاحب هيدا نعيد كلا بيعقو يدينس لكن كورر هدا دد مدحدو تهي او ولما انا اسكر يعيدكو الى لسلاحي او ولما هدو مدحوينو شنت سلادو تلكن نقولتو كدو وعدتك كعلني ساني جيرين مسو قف وحو يديسن لها سقف ولما دنتي سكو لما سو دقا غير اسمي دادا وا مدحويني كورر هدو الرسول الهي رسولك الهي او دتك دحجوغا وان ميل لكم مغري وشانت السلادات بالله أركيه وهدنا ولقي وحلا ويديان ما يقرنن وحلا ويديي أنقط ما يقرنن هدنا سقو السيد أسنو لشي سوهي إيا اللي هدنا رمضان وكان أجود مما يكون وحاهنشري في رمضان بش رمضان وقد يقبضنا بلها كالو دم بالله إيه انتو بش عبحيه ويكا قد سنين وحبحين تيسو كالريح المرسلة بايه هيد بحديثة المامية سيدي دبايل دبانيسا دبايل ببانيسا ما دبانيسا أيو لمدا يعني نبو عليه الصلاة والسلام قاعد تيسوي فرين بش تاني وبالمركات دتك مسلمين تيه تكافل الاجتماعي سنة حريستان فقرادة وحلسية مساك
saakiinta wax la siiyo, qaraabada la xidhiidhiyo, tolka la xidhiidhiyo, cid walba wax la siiyo. Waxyaabuu nebigu bishan samayn jiray waxaa ka mid ah, iyadoo cibaadadiisu ay saa u badanto, haddana bisha qayb ka mid ah dunidaba ka sii go'i jiray. Marka horeba bisha cibaadaa lagu jiray, haddana qayb kaloo bishan ka mida buu ictikaaf wax la yidhahda samayn jiray. 10 maalmood 20 maalmood oo ictikaaf ah. Ictikaafku waa maxay? Waa inuu qofku masaajidda isku xareeyo aanu dib uga bixin, ilaa lidaruura, inuu ama masquul tagayo ama cunno la siinayo, wax allaaliya wuxuu ka maarmi karo inuu ka maarmo albaabka masaajidka inaanu istaagin. Oo markaa masaajid guudiisa maxaa laga qabanaya? Dadka barba inta ay ictikaafa ku saxaroodaan hurdo uun, haddana hurdo looma soo xarooda. Dad seexanaysa gurigaaga waad seexan lahay. Waxaa loo soo xaroodaa in cibaadada la maximise gareeyo. Bishii waa sii dhammaanaysaaye, 10ka dambe inaad goosato. Markaa the last days baad ku jirtaa. 10ka maalmood ugu dambeeyana nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ictikaafi jiray. Markaa ictikaafku macnaheedu waa maxay? Xaaraan iyo baabka ka kaalaya mubaaxaadka iyo xalaashii buu ka tegayay. Xataa xalaal ajar looga qorayuu ka tegayo, ajar ka weynuu raadinayay. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo talmaa, ninku gabadhiisa markuu u tago duu xalaal ugu tago, ajar baa loo qoraa, sida xadiidka nebigu sheegay. Laakiin 10kan maalmooda dambe maca dumarka waa laga fogaanaya. Walaa tubaashiruhunna waantum caakifuuna fi lmasaajid baa ilaahay yidhi. Haweenkana ha la dhaqmina, idinkoo ictikaafsan baa la yidhi. Idan 10kan maalmood calaa'iqu dunya kullaha buu jarayaa. Wuxuu u fasaxa qaadanayaa in 10kan maalmood umuurta aakhiro qura uu ka shaqeeyo. waxyaabaha bishan ku badnaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah ducaa ilaahay baryadiisa. walidaalik baa aayadda ducada ugu khaasaysani waxay ku soo aroortay maxay? fi wasati aayaati sawm waida saalaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan. aayaadkaasi kadib baa walaa tubaashiruhunna waanta aayaadka dambe ictikaafka iyo ka warramayaa soomka. aayaadkii soomkae kalena waa ka horeeya. idan waxay dhexda ugu jirtaa maxay? waxay dhexda ugu jirtaa ramadaanka. walidaalik baa culimmadu waxay dhahdaan waa astaan tilmaamaysa khusuusiyada ay baryada ilaahay leedahay bishan gudaheeda. daba ayuha laxiba, ilaahay wuxuu ina leeyay waan tasuumu khayru lakum in kuntum taclamuun. kuwii cudurdaarka la siiyey ayaa haddana waxaa la yidhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu طacaamu miskiin, markii la yidhi ayaa haddana waxa yidhi waan tasuumu khayru lakum in kuntum taclam. adigoo cudurdaar haysta haddana waxaa la yidhi waan tasuumu, soonkaa idiin khayr badan haddaa wax garanaysaan baa ilaahayna leeyay subxaana wa tacaala. haddaba ayuha laxiba, warkaygu wuxuu ku koobanyahay bishatan diyaar garowgeennu ha noqdo sidai aynu ilaahay ugu noqon lahayn, rabbi ugu xidhmi lahayn, aakhiro ay u noqon lahayn taargetkeenna ugu weyn, iyo saynu cadaabkeeda uga badbaadi lahayn, janno ilaahay u weydiisan lahayn ee u geli lahayn. bishatani marka ha noqoto daal badani waynu kaa muuqdaa, oo ah faidaa faragta fansab, ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa inaynu ku daallo ee bil kaslaamnimo badan ay naga muuqato, laziness, bil aynu qaadno maaha. bil dadku caajiso waan soomanay qof waliba idhaha nafta kasii baxdo, ee waa bil aad u baahantay, waa tababar baad galaysaaye. 12 bilood oo dambaad u siisahay qaadanaysaa, 12 horena dembigoodaad iska maydhaysaa. waa bil aad u siisaha qaadanayso, cafaariiddii waaweyneed ee abaalisadii baa lagugu soo dayn doonaa markay dhammaatay, saad siga celin lahayd. hadda treeninka ugu sii jirta ibliisaanu dib kuugu duufsan lahayn iyo kooxdiisii. idan haddaad bisha lafteedii dayacanto, dee waa waad wada dayacmaysaa. saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyahay man xurima khayruha faqad xurim, ama uu aamin u leeyahay jibriil oo leh ninkay ramadaan usoo gasho fansalakh oo ay dhammaato walam yukfar lahu, uu leeyahay afka ciidda ha daro. nebi maxamedna uu aamin leeyahay. ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacaala, inta gaadha bishatan ee asiibtee ka faa'iidaysata ee ilaahay ugu dhowaatay in rabbi naga yeelo. sala allahuma calaa muxamedi wa calaa aalihi wasaxbihi wasalam. alxamdulilahi rabbil caalamiin.